داد اندفاعي اذا سيداتي سادتي لجهاد وافراس الى 4 إلى 5 سنوات في تحدي مسافه السرعه مسافه الى 1200 متر اندفاع وتقدم لبشير العنايه برفقه شهاب الكاسر في المنتصف برفقه هبوب العرضيه من الخارج جهجه تاتي ايضا للقدوم فيما هنا التنافس تقدم للشهاب الكاسر في المنتصف مع محاولات هبوب العرضيه وجهجه وكذلك قدوم آن لي للقدوم من الخارج والاقتراب سيداتي سادتي من 400 متر الفاصلة هنا الشهاب الكاسر يتقدم بمطارد بشير العناية هبوب العرضية جهجة تبدأ الظهور والتقدم من الخارج الآن مع تقدم ومحاولات أنالين للظهور تتقدم من الخارج مع جهجة الآن في صراع لحسم صدارة هذا الشوط جهجة تنتزع الصدارة تذهب إلى السياج هنا أنالين استحداث وقدوم من عبد الله الحسين جهجة برفقة هوسبينا تحافظ حتى الآن على تصدرها ابنة جاويد تتقدم سيداتي سادتي في ثالث الأشواط توسع الفارق تبتعد إذا جهجة جهجة تحقق الانتصار الأول في سجلها السباقي ألف المبروك لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز للمدرب عبد العزيز المشوح وللخيال كاميل وسبين على هذه القيادة ابنة التجاويد ولوما ساب لويس تحقق انتصارها الأول مع مشاركتها الرسمية الثانية التي اندفعت من البوابة 16.